قائد المنطقة عم يحجز حرية ليك. لو سمحت وطن. إنه يتوجع على المقفر. خليه يتواصل مع الرئيس رئيس رمضان. خلي الرأي العام يعرف كله. إنه هاي دولة بوليسية. هاي دولة بوليسية. هاي مش دولة حريات. لا شوار، أنتوا شباب ما حدا يفوت لك النشوار. مو معروف. نحن جايين. رجعنا كلنا. شباب شباب صبايا رجعوا. لا ما حدا يفوت. ما حدا يفوت لك. ما حدا حيفوت. ما حدا حيفوت. بس. عاجل دكتور وسام. نحن جينا مع دكتور وسام. هذا الموضوع مش حينسكت عنه، نيب له حصانة، ما بيصير ما يفوتش على المقبر. نحن هون طلاب حق، مانا مجرمين، مانا ارهاب، مانا قطع عن طرق. دكتور اسامة بده يفوت معانا بس معنويا، كرمال الله عمر فرط. ما بيصير هذا الحكي عم يصير. هربوا هذا المنطقة بالسياسة، بالسياسة عم يتعامل معانا، نحن طلاب حق. يعني إذا النائب من عينه فوت على المقبر، فإذا النية سيئة. صحيح النية. فإذا النية سيئة، مانا نية سليمة. يعني في احد المقربين من المدير بيقول حيجي المدير بخلص. لا حاجه شغله هذا الموضوع بيتكلم بالسياسه. نحن ما خصنا بالسياسه، نحن بدنا حنا استعاله الاداره ورواتبنا على الله. هذا الموضوع محسوم، ما بنفوت على المقبر الا اجرنا على اجر الدكتور اسامه سعد. نائب سيده 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 اسامه يا سعيد.